الناس هنا يتم خداعهم. ستعمل تسلا ليصبح هذا العمل جوهرة للمنطقة وألمانيا وأوروبا والعالم. نعارض وجود مصنع تسلا هنا في غرينهايدر. حاليا لا يمكن أن ندع الأمور على حالها. يريد الملياردير إيلون ماسك توسيع مصنع تسلا الضخم في ألمانيا، وللقيام بذلك تم قطع أجزاء من الغابة المحيطة، كما تم تقطيع منطقة ألمانية هادئة. معركة داوود ضد جالوت. رومان ابن 24 ربيعا في طريقه لبيته الجديد، يعيش منذ شهر في كوخ شجرة. أولاً أنا أحب الغابات ودائماً أشعر بالسعادة فيها. منذ أن أتيت إلى هنا أشعر بانتمائي للأرض. يرى رومان الذي يدرس ماجستير حول حماية البيئة أن هناك تناقضاً بين قطع أجزاء من الغابة وبناء مصنع سيارات كهربائية يكون رفيقاً بالمناخ ويحتل مع آخرين أشجاراً لتكوين مقاومة مدنية ضد تسلا. أثناء التصوير في المخيم يقوم العديد من النشطاء بتغطية وجوههم، ورومان ليس اسمه الحقيقي أيضاً ولا ينبغي لنا أن نكشف عنه. تسلا ماهرة في بيع ما تدعي أنه حلول، نعم، كبديل أخضر لما نعرفه. لا يمكننا أن نتحمل الاستمرار على هذا النحو في الوقت الحالي. على المدى الطويل لا يستطيع الجميع امتلاك سيارة. لكن ما الذي يهدد أجزاء هذه الغابة؟ نعود إلى عام 2019 حين أعلن رئيس شركة تسلا إيلون ماسك أنه سيستثمر في غرينهايدر، وهي منطقة ريفية شرق برلين اشترى فيها ماسك أرضاً لبناء مصنعه الضخم جيجا 4. ينتج هذا المصنع سيارة تسلا موديل واي للأسواق الأوروبية والعالمية، سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم، السيارة الأكثر مبيعاً في العالم العام الماضي. تنتج تسلا حالياً حوالي 300 ألف سيارة كهربائية سنوياً في غرينهايدر، وسيتضاعف هذا العدد قريباً 3 مرات. من أجل زيادة الإنتاج سيتعين على تسلا توسيع مصنعها واقتطاع جزء من الغابة لإنشاء مركز لوجستي ومحطة قطار. مانويل لاهوير لا تتقبل ذلك. نلتقي بابنة غرينهايدر التي أسست مبادرة للمواطنين المحليين تعارض بشدة التوسع، وتقول إنها منذ اليوم الأول تكافح ضد الدمار البيئي الذي سببه مصنع تسلا، وأصبح سكان المخيم حلفاء لهم. أمر رائع أن يلتزم الكثير من الشباب بالحفاظ على الغابة، لأن هذه الغابة وهذه المنطقة تقع إلى حد كبير داخل منطقة محمية لمياه الشرب. ليست الأشجار وحدها المشكلة، فهناك إمدادات مياه حيوية في الأرض تحتها، وإذا تلوثت فهناك خطر أن تتقلص مياه الشرب لعشرات الآلاف من السكان المحليين. إنها معركة داوود ضد جالوت، معركة تجعلك ببساطة في بعض الأحيان عاجزاً وغاضباً. وفي استطلاع حديث صوت أكثر من 60% من الناس في غرينهايدر ضد خطط تسلا لتوسيع المصنع، ولا تزال الشركة ترغب في توسيع مصنعها، لكن خططها تقلصت منذ ذلك الحين. نحن نقف هنا أمام هذا المصنع اللعين. ما الذي لم يفهم في استطلاع رأي مواطني غرينهايدر بأنهم لا يريدون أي توسع؟ سنواصل النضال ضد تسلا التي يجب أن تبقى في الموقع المدمر وألا تقوم بإزالة أي غابة أخرى. طلبنا سماع رأي تسلا بشأن الموقف، لكن طلبات المقابلة ظلت دون إجابة، والشركة معروفة بعدم الرد على استفسارات وسائل الأعلام. قامت شركة تسلا ببناء نظام جديد لتنقية المياه المستخدمة يسمح لمصنعها الضخم بإعادة تدوير جميع مياه الصرف الصناعي تقريباً وتقليل الاستهلاك. رغم هذه الجهود تواجه تسلا مقاومة شرسة متزايدة. في شهر مارس تم إشعال النار في عمود كهرباء.
أعلنت عنه مجموعة يسارية متطرفة. أدى الهجوم إلى شل الإنتاج في شركة تيسلا لعدة أيام، مما كلف الشركة الملايين. أطلق إيلون ماسك على الجنات حرفياً اسم أغبى الإرهابيين البيئيين في العالم، لأنهم الأشخاص الذين يوقفون إنتاج السيارات الكهربائية. ألمانيا تزدهر ومصنع ضخم لبرلين. الاعتداء كان أكبر تصعيد حتى الآن وأدانته السلطات المحلية. أردنا سماع رأي أحد الخبراء حول الوضع البيئي والتقينا بمارتن بوش، وهو عالم في مجال المياه، يقول إن المخاوف بشأن المياه الجوفية لها ما يبررها. تتأثر المنطقة بشدة بتغير المناخ، وعلى الرغم من هطول الأمطار مؤخراً فهي واحدة من أكثر المناطق جفافاً في ألمانيا، ويتم الآن تقنين المياه في غرونهايدا. من غير المعتاد أن يبنى مصنع في مناطق حماية المياه العذبة، وهناك الآن مخاوف من شركة تسلا. فهذا المسطح المائي الذي يقع عليه المصنع هو أحد المسطحات المائية القليلة الموجودة لدينا، بمعنى أنه إذا تضرر بسبب التلوث فلن يكون هناك بديل. لكن يوجد مؤيدون أيضاً. اسمي ألبريشت كيلا وأنا من غرونهايدا. الابتكار والمستقبل مهمان بالنسبة لي، ومن المهم والصحيح أن تكون تسلا هنا. ينتمي ألبريشت كولا إلى مبادرات أخرى. يقوم رفقة صديق له هو توبياس لينت بمتابعة وتوثيق تطور مصنع تسلا هنا. الجميع يتحدث عن تسلا وكل شيء يتأثر بها. يتعين على تسلا اتخاذ قرارات عديدة، وبسبب ذلك يتعين علينا إجراء مناقشات لا يمكن تجنبها. يقول الاثنان إنهما يريدان مكافحة الأخبار الزائفة التي ينشرها بعض معارضي تسلا. مبادرتهم تهدف لتوعية المواطنين لأجل إجراء نقاش موجه نحو الحقائق على أساس علمي. مثلهم مثل المتظاهرين في المخيم يشعرون أيضاً بالقلق بشأن التغير المناخي. صحيح أن السيارات الكهربائية وحدها لن تستطيع وقف التغير المناخي، ولا وسائل النقل العام وحدها. إننا بحاجة لحلول كثيرة مختلفة. قطاع النقل هو أحد أكبر أسباب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. يعتبر كثيرون السيارات الكهربائية جزءاً من الحل. ركزت تسلا عليها منذ البداية. الشركة اليوم هي شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم. توجد 5 مصانع تسلا جيجا فاكتوري في العالم. تم افتتاح الفرع الألماني عام 2022 وهو الوحيد في أوروبا. تسلا تضمن أن يكون هذا المصنع بمثابة جوهرة للمنطقة وألمانيا وأوروبا والعالم. أنعش ماسك النمو الاقتصادي في المنطقة، ففي مصنع غرونهايدا العملاق وحده يعمل حالياً نحو 12,000 شخص. تسلا عامل اقتصادي ضخم، لدرجة أن المستشار الألماني أولاف شولتز حضر الافتتاح. التنقل الكهربائي سوف يصوغ المستقبل، وهذا واضح هنا اليوم. دعم حكومي من أعلى المستويات، لكن سكان غرونهايدا البالغ عددهم 9,000 لديهم آراء متباينة حول تسلا. عديدون منهم لا يريدون الحديث علناً أمام الكاميرا، يقولون إن هناك صدعاً كبيراً في داخل مجتمعهم. البعض ينتقد تسلا وآخرون ينتقدون النشطاء. إذا كان سيجلب منافع لغرونهايدا ومحيطها فأنا موافق. كنت أؤيد قدوم تسلا إلى هنا وما زلت. السبب هو أنه سيسهم في تطور المنطقة، لكنني كنت أعارض التوسع إلى حد ما. عليهم استخدام المساحة المتوفرة لديهم أساساً بدل الاحتجاج عليهم البحث عن وظائف لدى تسلا. ربما لم يعملوا في وظائف طوال حياتهم، يجب أن يعملوا ل48 عاماً مثل ما فعلت. إنهم أشخاص هامشيون فقط. سأذهب. عالمان يتصادمان هنا. موظف شركة تسلا في طريقهم إلى العمل، ويمرون بمتظاهرين مناوئين لشركة تسلا.
عدد قليل منهم فقط يتوقف عند نقاط المعلومات للحديث قليلاً مع النشطاء. يواجه رومان صعوبة في العثور على أشخاص للحديث معهم. من السخرية أنك لو سألتني قبل 5 أعوام لوجدتني مؤيداً ومتحمساً لذلك. أما الآن فلدي رأي مختلف، لأني بشكل عام لم أعد من محبي السيارات كثيراً، فنحن نسيء كثيراً للبيئة بسبب اعتمادنا على قيادة سياراتنا الخاصة. ماذا كتبت هنا؟ أوقفوا تسلا. أثناء قيامنا بالتصوير أمام المدخل الرئيسي، اقترب منا أحد موظفي شركة تسلا. كنت أتساءل فقط عما كنت تصوره، ما الذي تخطط لفعله؟ أنا من شركة تسلا. هل أنت من قسم الصحافة هنا؟ ليس لدينا قسم صحفي في تسلا، بالطبع يمكن للجميع فعل ما يريدون لدينا، لكن تعليماتي هي عدم الحديث مع الصحافة. يعتقد رومان أنه سيكون من الصعب إيجاد أرضية مشتركة. نسأله كيف يمكن أن يبدو الحل الممكن. الخطوة الأولى بالنسبة له هي وقف توسع تسلا، بعد ذلك ربما يأتي يوم لإنهاء إنتاج السيارات الكهربائية. بدلاً من ذلك ينبغي بناء الترام والحافلات والقطارات في مصنع تسلا جيجا فاكتوري هذا. القوة التي تقف خلف المصنع، أعني أن أحد أغنى الناس في العالم اختار مكان إنشاء هذا المصنع، والناس يعتمدون عليه في كسب أرزاقهم. لديه شبكة علاقات عالمية، فأغنى أغنياء العالم لديهم نطاق تأثير واسع وعلاقات متشعبة، وهذه أشياء ليست لدينا. يتمنى نشطاء كثيرون أن يختفي مصنع تسلا جيجا فاكتوري، لكنه جاء ليبقى، ومعه سيستمر النضال حول مصير الغابة.